إذا مرت امرأة من أمامي وأنا أصلي في الحرم هل تقطع صلاتي؟ لا تقطع صلاتك، لأن الحرم مزدحم بالناس ولا ينضبطون، فالحرم مستثنى، محلات الزحام الشديد لا يضر فيها المرور، إذا احتاج الناس إلى المرور لا يضر، لأن هذا الدين دين اليسر، ما ولم ولا وما جعل عليكم في الدين من حرج. الناس يتحرجون من هذا الشيء ويحتاجون إلى المرور، فهذا لا يضر إن شاء الله. نعم.